أول شيء عملنا دريسنج من عصير برتقال وعصير الليمون والخردل وزيت الزيتون ملح وفلفل، بعدين نقعنا فيه القريدس والكلاماري المسلوق، تركناها أقل شيء ساعتين زمان، بعدين صفطنا طبعا الايسبرغ أو الجرجير والبندورة والريحان، وبعدين أضفنا برتقال سيجمنت وليمون سيجمنت، وبعدين أضفنا هالسي فود على وجه السلطة وقدمناها وصحتين ألف عافية. نصف كيلو قريدس مسلوق ونصف كيلو كلاماري مسلوق، أوراق الريحان، بندورة كرزية، خس آيسبرغ، برتقال وليمونة، وبدنا كمان زيت زيتون، عصير برتقال، عصير ليمون، خردل وشوية ملح وفلفل. ممتاز. إذا اليوم وصفتنا مرتبة، أول شيء بدنا نعصر برتقالي وليمونة، هذا هدولي للدريسنج صح؟ الدريسنج لأني بدي أنقع أنا السيفود في هاي الدريسنج. ما أحلى ريحة البردقان منعشة فرشت أنا هسا الآن موسمه بلا موسمه. رحين ناخذ كمان من هالليمون، هاي ليمونة كبرانة شوي، ما شاء الله موسمه كمان، ما شاء الله سبحان الله، شتاء سبحان الله، الله بيبعث لنا هالخيرات الفيتامين سي مشان إيش؟ أو والله حتى نطيب من هالأمراض اللي بتصيبنا بالشتاء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إذا الآن عصرنا البرتقال والليمون، والآن بدنا نسوي دريسنج طيب جدا. أوكي. ننقع فيه السمك بارود جدا، فبناخذ شوية من الخردل ومنضيف هالحمضيات، ممكن نستعمل كمان يوسف أفندي، يعني هو كلمنتينا، ممكن نستعمل الجريب فروت طبعا، اي شيء بدكم اياه ضيفوه. راح اضيف شويه من الفلفل الابيض وشويه من الملح، ونبدا نعمل هالدريسنج مع بعض. هاي زيت الزيتون عم بنزل على شكل خيط مع التحريك المستمر حتى يصير في عندي دريسنج هيك كثيف. ايوه مش حلو الدريسنج يكون ايش؟ يكون مي. وبعديها ان شاء الله ناخذ، هي عندي هون شويه كلاماري وشويه قريدس، وراح اعمل له عمليه نقع لمده اقل شيء ساعتين. ساعتين لازم يكون، ساعتين منقعين بهالدريسنج حتى احصل على النكهه اللي بدي اياها. اوكي. قبل ما اسويهم؟ لا هذول مسلوقين جاهزين. انت سالقهم اوريدي؟ اوكي. بس بدي سوري بدي هالنكهه كلها، هاي النكهه شايفين؟ العتب على النظر حقك علي. بدي النكهه كلها هاي وين تروح؟ داخل يعني ساعة زمان بتصير كل نكهة السي فود. ولا وشوفي كمان في طبخ او في تقنية طبخ بالحمضيات، يعني في ناس بيجيبوا الشم ني وبيجيبوا، يعني طبعا مش عندنا، مستحيل تصير عندهم في الأردن طبعا لناس معينين، وبنقعوا بالحامض وعصير برتقال بستويه، بستوي الحامض يعني الطبخ بالحمضيات بالسيترس. اصلا الشمز والكلماري روحهم خفيفه سواهم كثير سريع. ايوه فهذه ممكن تزبط معهم الطريقه 100%. اذا بننقعهم ساعتين زمان بصلصة الحمضيات. هو صار جاهز، نشيله على جنب. خلص الآن بدنا نحضر السلطة. يلا نشوف ايش نعمل للسلطة. السلطة هي عبارة عن خس آيسبرغ، ممكن يستخدمون جرجير كمان حسب المتوفر، أوراق من الريحان، وعندي هون كمان هالبندورة الكرزية. بنخلطها كلها وبتكون زي اساس. ايوه اساس عندي وين؟ للسلطه. أيوة. تبعت الماكولات البحريه بالضبط. الان بدنا نعمل شيء اسمه اورانج سيجمنت، او يعني فصوص البرتقال. ايوه شامي هالريحه انت؟ والله الروائح رائعه، الريحان كثير مرتب صح. طيب اوكي هاي على جنب بنخليها شوي. اوكي هلا ايش وعندي هون؟ برتقال مقشر. ايوه هلا البردقان وليمون مقشر تقشير كامل. الان بدي اخذ اعمل هالسيجمنت، رايح اخذ واطلع، شوف هالسيجمنت ما احلاها، حيصير عندي هون سيجمنت
راح نضيفه على وجه السلطة. تعرف الصغار بيحبوا هيك ياكلوا البردقان عشان ما يطلع لهم القشر البرة. أحلاها بس هذه قشرة البرتقالية وبعدين باستخدام سكين ماضية يعني شارب وفيكم تطلعوا هالبرتقال تبع لب اللب من دون بذور ومن دون أي قشور وشوفوا محلاها على السلطة. بس أنت جايبها بدون بذر هذا البرتقال؟ لا والله هي أنا هاتف. أنت قيمت البذر؟ طب لا هي لحالها ما في بذر. لا أنت لما تسوي بهاي البذر صفى بالنص. أوكي وانت عم تسويها عم بنزل منك او من ايدك عم تنزل ايش كمان شويه عصير برتقال يعني هاي بدنا طبعا هاي السلطه كثير منعشه روعه يا شيف روعه. هاي كمان ناخذ كمان شوي شوف الالوان انت ملاحظ الخضار الغامق والفاتح والاحمر والاورنج. السلطه اذا ما كانش فيها لون ما تعد سلطه. طبعا لو طيبه بس اذا فيهاش الوان الالوان هي اللي بتعمل حلاوه للسلطه. حتى هي ليه بتقول سلطه لانها ملونه يعني سلطه كلها الوان وكلها كمان راح اعمل نفس الموضوع بالليمون بس بديش ما بدي اكثر الليمون. طبعا الليمون مزعج حامض شوي. عبد الله بقول لك لا كمان بحبش الليمون انت عارف شو القصه. يا سلام انت والله جنني يا عن جد. لا هو لازم الليمون دائما اقل يعني عشان الواحد يطلع له ليمونه واحده والباقي بردقان. نفس الفكره شايفين هي ها ايوه شوف هي عندي هون صار الان منقوع جاهز اشياء الزاكي. ايوه باخذ الان وببدا اضيف ببدا اضيف ايش يا سلام يا شيف يا سلام روايح ما بدي اقول لكم. تعرف بينت اكثر ريحه الريحان لما حطيت عليها البردقان والليمون ظهرت. وهي كمان حلو الجريدس هاي من السلطات اللي ممكن تشوفوها في المطاعم ايوه وبتكون شوي اسعارها غالي على المنيو فيكم تسووها بالدار عندكم واوفر وشغله بسيطه يعني وبالبيت صح. انه صراحه يعني اوكي انا بحكيش انه القريدس رخيص والكلمار رخيص بس اوقات بيع بيكون عليه اوفر لكن والله امبارح كان في اوفر يوم الخميس صح فانا تفاجات يعني بسعره كثير كان سعره اكثر ميح. من ممتاز عشان هيك شجع الشيف يعمل لكم شجعت والله اعمل لكم سي فود. على فكره اللي بيتابع بمحلات السمك وحتى الهايبر ماركت كثير بيعملوا اوفرات على يعني اوقات بيكون سعرها بصراحه بسعر الدجاج يعني مرات لما يكون عاملين عليها اوفر منيح بتلاقوا اسعارها كثير قليله بس بدكم طبعا تتابعوا لانه هي بالايام العاديه شوي مرتفع سعرها ولكن بايام الاوفرات وهلا احنا اخر سنه فالكل عم بيعمل اوفرات فلحقوها عشان تقدروا تعملوا هيك طبق زاكي زي ما عمله شيف نضال. هذا هو صحن هالسلطة عندنا لليوم. هلا ايش هذا؟ والله انه عبارة عن شوية خضار هيك يعني هيك شيء بسيط. اللمسات النهائية الأخيرة على السلطة على وصفتنا الثالثة أو الرابعة لليوم وصفة السلطة سلطة المأكولات البحرية. حطينا الشمس واستعملنا الشمس وكاليماري